نروح بقى لمنتخب مصر. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن امبارح اكتمال قائمة المنتخب بعد التحاق نجمه محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بمعسكر الفراعنة الحالي المقام في مدينة الإسكندرية، ويعد هذا هو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اللي تولى تدريب الفراعنة خلفا طبعا دي حسام البدري. بوصول صلاح تكون القائمة اكتملت، ال 24 لاعب المختارين لمباراتي ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية طبعا المؤهلة لكأس العالم، كده المجموعة اكتملت، حيث انضم يعني أول امبارح انضم للفريق كل من محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور التركي، مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي، وعمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، وطبعا سبقهم في الانضمام أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي. طبعا كل ده بيحصل فيما انتظم كل المحترفين بالداخل، ال 18 لاعب الآخرين كانوا منتظمين في المعسكر من يوم السبت اللي فات، وهم محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، أكرم توفيق، أحمد فتحي، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح، أيمن أشرف، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، وأخيرا وليس آخرا رمضان صبحي.